احنا هنا نبدي المريض نحدد شنو التيوب اللي راح يستخدمه. الاندوتريكيال بس انا راح اضغط راح يعطيني الاعزاب. طبعا انه احنا نقدر نستخدمه مثل النزل كانيولا. النزل تدرون بيها هاي شنو هي الصندل اللي تخليه يجي او ماسك عادي او اندوتريكيال هو هذا التيوب اللي جوا او تركيستومي. بس هنا انا حددت المريض انه هو تركيستومي هذا اول شيء. هنا هاي هنا عمليات رياضية يجي مثلا يطلع لك خطوط جيبية انه عن طريقها تحسب سماحية او مطاطية الرئة اللي موجودة على ما تقدر ايش قد تطيب تايدال فوليوم وغيرها. هذا الزر انه هذا الزر النوبولايزر اللي شفتوني قبل شوية ضبطه انه هو هذا مو بس تقدر تطيب فلويدات على مود قلت لك اذا عنده فيكس كريشن احتمال هو عنده مثلا مشكله بالفيولا بالشعب الهوائي يحتاج علاج وعلاج يكون دايركتلي فيعطيهم مثلا انواع الانهيليشن مال العلاج اللي الاتروفنت الفنتولين هاي معروف اي هنا هذا قلت لك هذا يطلع الميل اللي هو عن طريقه يعني يحسبون يحسبون يعني عمليات رياضية خاصة بالطب يعني. هذا المانوال هذا شنو هذا بقى هو مثل الهيل بس يشرح لك على المود اللي انت خاله. طبعا المودات هي نظام تنفسي خاص بكل مريض جزء هو يعني يكون فول كنترول على المريض هو كله يتحكم بالرئة او اكو مود يكون مساعد للمريض سبورت له واكو مود سنزري للمريض يعني الرئة مدى تتحرك بس تطي عاز يريد ياخذ شهيق فشنو هذا شي يسوي يحس انه هو دي ياخذ شهيق يطي شهيق يحس انه دي ياخذ زفير يطي زفير. هذا ذني الخطوط شنو معناها شوف الكل صعده انه هو هذا انسبيريشن وكل نزله هو اكسبيريشن وكل خط عدل هذا التريجر شنو الانسبيريشن والاكسبيريشن تعرفوهن. التريجر هذا المكان اللي انت تتوقف فيه. ها بعدك مقتنع؟ باوع اساني اخذت هاي الصفنة قبل شهيق وزفير هاي سموها التريجر هاي وين تتوقف ترى انت لا تصورون انه من طلعت الزفير انه فرغت الرئة ما تفرغ الرئة لازم يبقى بيها حجم سحولة البيب هذا لان اذا الرئة لطشت يعني بمعنى دمرت الفيولا مالتك الشعب الهوائية كلها مدأسة بس اكو فتح حجم معين انه يوقف بيه هذا يبقى حجم سحولة البيب واللي احنا نقدر نتحكم بيه نتحكم بالبيب بقى شوف هسه هذا المود ما تقدر تتحكم بيه بالبيب هلا والله يا طلبي هذا البيب يعني هذا الحجم اللي يبقى بداخل الرئة. المودات قلت لكم هسه نعوفها قلت لكم هسه هذا اول شيء مثل الهيلث مال الجهاز شوف هسه اني دست الهيلث ايش راح يطلع لي راح يطلع لي وصف قصير ما طلع ودل شورت ديسكريبشن سلام ديسكريبشن يعني وصف قليل وصف عالي المن للمود نفسه اللي هو ينكتب هنا مود على دايناميك بي ليفل دايناميك بي ليفل هنا هو هذا فول كنترول على المريض هو يتحكم بيه نجي نختار هنا مور فانكشن بس هنا شاهد ما نبدي نشغل ونطفي الفنتيليشن من المور فانكشن ستارت فنتيليشن ستارت فنتيليشن لوك سكرين هاي تقفلها مرات المريض يكون كونشس وعنده حب استطلاع يريد يدوس بالتاتش فانت تعطي لوك سكرين الشاشه توقف بس احنا هنا قلنا هذا المانوال هو شيء يشرح لك ادفانسمنت اوفر ويل استبلشد بي ليفل مود وذ جراجويتد فوليوم بحجم قياسي هو يستخدم انه يعطي حجم قياسي الجهاز اذا هو اخذ نفس او ما اخذ نفس وهذا فول كنترول قلت لكم اذا شور ديتيلز هذا يعطيك شرح كامل هنا نحدد جنس المريض اذا هو مثلا
ميل او فيميل الايج مالته هاي مال الويت والهايت مال ما استخدمها هذا نفس ذيك الساعه انه عمليات رياضيه هذا زبط تيست مرات الجهاز من الشغله عم يفحص السنسرات مالته ويكون جاهز للعمل المريض لازم نسوي له تيست قبل لا نشتغل من تشوف مثلا الجهاز مربوط على بيشن وهذا التيست صاير اصفر يعني معنى انه هذا الجهاز سوى له سكيب تخطى مرحله التيست وشده مرات ايمرجنسي فلهذا انه يلغى التيست على مدى يلحق يطيل المريض يقول لك ايش قد الان والاوت اذن يشوفهم ايش قد يطيل هو طبعا الجهاز الفنتليتر ما يطيلك ماكو شيء اسمه اكسجين بطل وده يطيل هذا ميكس يطي بين هواء طبيعي وبين اكسجين فهنا من تطي اير اوتو يعني بيطلع لك الكميه اللي طبعا كلها بريشر كلها بالكيلو باسكال هنا سيدي يقول لك بريشر الاوتو ايش قد وبريشر الاير ايش قد هنا هاي البطاريه يقول لك عمرها ايش قد هي 100% يعني دائما ما تطفى الكهرباء اذن يسمون شينات قلت لكم اذن معادلات رياضيه نجي هنا هنا هذا الالارم هذا الالارم مثلا الجهاز صار بي قلت لكم يصير عنده انسداد الجهاز تلقائيا يقوم يدق يقول الهواء ما جاي يدخل فهنا اني اعطي الارم لمده دقيقتين او اضغط عليه مرات الاخرى يعطيني الضوء بس هنا اوتو الارم ليمت بحيث انه اي انسان اذا افصل صوته مثلا مريض ضاج وشالها راح يدق الجهاز الارم اني راح ابدي اعالج الموضوع بس ادوس اسكيب للالارم انا ما بدي اشتغل سموي شينات هاي كلها معادلات الالارمات معادلات تستغلوها خلال شو اسمه الكيس يعني وتثبتها غير الجهاز اي هم يحسبون نقاط اياها الالارم الالارمز اللي هي الانذارات باور المريض ايش قد ياخذ من الفوليوم 9.5 احتمال هو صاير عنده سبازم يعني صاير عنده احتقان ضاغط على التيوب فهذا راح يبدي يصعد مثلا لل 15 او لل 17 كل ما يصعد لل 17 يقوم يدق عندي الارم فاني احدد الالارمات المريض هو ايش قد يعني هسه مثلا 9.7 اني اذا سويت الالارم مثلا لل 9 انثر هسه هو اول من الفوليوم 6 لان اخذنا بس هسه راح يبدي يصعد هده من وصل لل 9.9 حيقوم يدق من الفونيوم سبتن اس 4 10 شيء قليل دق الان بس احنا مطي ليمت ما دقيقتين فما دق فلهذا هذا نقدر احنا نخلي او نقدر نطفي بس الافضل انت ما تطفي يعني انت اذا طفيته الفنتيليشن قلت لكم هذا بالمودات اللي احنا نستخدمها بهواية مودات تتبرمج طبعا عن طريق الشركة وهذا حديث بحث في نظام CBR ما يحتاج انه انت مثلا من تسوي CBR تنفخ له هو راح يبدي ينفخ بهواية بمثلا نظام السيباب اللي هو هذا نظام مساعد احنا نعتبره انه المريض من قبل لا انفصله من الجهاز نخليه على مود السيباب اعتبار السيباب هو جهاز سبورت تقدر تتحكم بالسبورت بطريقة رقمية يعني انت مثلا تريد تعطي 40% على الجهاز و60% على المريض او تخلي مثلا 20 على الجهاز و80% على المريض وكذا الاوتو فلاش شوف هسه احنا مسكرنا له احتمال بهاي اللحظة مو هذا المريض مثلا يكون مريض بالسكر يقتنق فدنه بحيث الساتوريشن مالته ينزل 50-40 هذا غلط هذا راح يشوفه ينقلب ساينوسيز المريض وما يلحق أكو مرضى يحتاج لهم بالسيكريشن يعني رادهم فترة طويلة هو بالأصل إحنا ما نقدر نطول فيه بس أنت يعني أنت راح ترغم إنه أنت تظل السكر يعني السكر هواية فتقول أنا ما استفادت إذا سحبت شوية وبقى سكر برجع للتيوب فما استفادينا فلازم سكر شنو موضوع الأوتو فلاش ويا هذا الحكي له الأوتو فلاش هذا شيء يسوي بعد ثاني الأوتو هنا ما تمطي 40 يعني 40 أكسجين و60 هواء عادي شوف انا ما راح افعل خاصيه الاوتو فلاش انتر شو راح يصير بابا هسه هنا ايش
يقرا 3 دقائق بدا العد التنازلي ماله المنت الفنتليشن هنا هو بالاصل 40 بس هو هسه دا يعطي 100 يعطي 100% اوكسجين لمده 3 دقائق. هاي شنو هاي؟ ما بعد السكر المريض هاي يعني الساتوريشن مالته كلش قليل، فاحنا نريد نعوضه نعطيه بيور اوكسجين بهاي اللحظه انه هو راح يبدي ياخذ فول اوكسجين 100% بغض النظر عن الرقم اللي انت خاله اصلا بالفنتليشن. انت خاله 40 سوى يعطي 100% يعني عشان عبارة مثلا واحد غيره وسوى 100% لمده 3 دقائق بس ويرجع. ليش يرجع 40 وهسه مثلا المريض احنا 100% واحنا مثلا نعطيه 40 او 50؟ انت ما تقدر دائما تعطيه 100% اوكسجين. اوكسجين للي عنده يعني نقص اوكسجين الدم، الاوكسجين بحد ذاته اذا اعطاه زياده بالدم حيسوي اسيدوسس، حيحمض الدم وبالتالي حندخل انفكشن وبكتيريا هي اصلا تنمو بالوسط الحامضي. فاحنا نتلاف هذا الموضوع ودائما نشوف الساتوريشن مالته على المونيتر، اذا فوق اذا 100 ظل هوايه نبدي نقلله بالاوكسجين لحد ما نوصل لحد 35 اللي هو الجو الطبيعي مالتنا، من 35 و 65 الهواء. وينينج انالايز هذا جهاز اختبار للمريض عن طريق انه انت تقدر تقول انه المريض بعد ما يحتاج الجهاز لو لا. حيبدي يسالك كم اسئله، يقول لك ديب اوكسيديشن، انت مطي ماده تخدير يعني عميقه، اي فانت تقول له مثلا نعم او تقول له لا. كاف سترينث عنده قحه قويه يعني كاف ما تفلش قوي. السكريشن مالته ويك نورمال هاي. الهيمودات دايناميك ايش اسمها هوميدي نيميك، هاي شنو وضعية الرطوبة هنا بالرطبة مرات يخلونها في جهاز كان هنا يسموه هوميديتي، هذا يرطب الهواء اللي داخل للرئة. بس بعدين ما لغوه فشنو يدفي لك الهواء ده يكون بارد. ومن منا انت من تقول نعم لا نعم لا، الميتابوليك اسيدوسيز مالته، الغاز اكسشينج، عملية تبادل غازي، هذا من جوابها راح يعطيك ايش قد نسبة بالمية انه هو تقدر تفصله. اذا طلعت اكثر من 60% يعني المريض اوكي، اذا 50 جوا هذا المريض يعني تفصله بس احتمال يعني ينتكس مره. هذا البي او 1 هذا قراءات مين يعني ما هاي هاي هنا الهولد، هذا يجون جماعه الاي ان تي هم اذن الحنجره، يجون مثلا يسوي له هولد مثلا هولد انسبيريشن، يوقف عنده عملية الشهيق وشوف ايش قد يتحمل، او يوقف عنده عملية الزفير وشوف ايش قد يتحمل. فهذان يعني مثل اختبارات مور فانكشن اللي هو قلت لكم عن طريقة انه نقفل الشاشة ونشغل الجهاز وهذا انتر هذا امر الاي شيء عازل تسويه، مثلا غيرت المود سويته مثلا براشر سبورت تطيه تشينج مود وانتر. هنا خلوا لك دقيقتين لان المود مو بسهولة، شلون خلوا لك الموضوع شويه تعقيد على مود يجي واحد قبل طوب حول بريشر كنترول، بريشر كنترول ستيميوليشن سيبا بريشر سبورت دايناميك في ليفل دايناميك بريشر سبورت فوليوم. هو اي مودات هم يقدرون يبرمجوها على اساس انه انت تقدر يعني مو انت تحددها، طبعا الطبيب يحددها بس على اساس انه هو المريض راح يقدر يعني يصير كمفورت وياه. هذا كله